الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مي؟ الحمد لله. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي، هو سامعك. ربنا يخليك. الو، السلام عليكم. اهلا يا مي، ازيك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتور، انا متزوجة من 8 شهور من حوالي 8 شهور يعني، وحامل يعني حاليا في الشهر الثامن. وبعدين من حوالي 3 اسابيع كده فتحت يعني الفيس بتاع جوزي، فلقيته بيكلم واحده تانية من بعد فرحنا باربع شهور. فيعني بيكلمها وبيقول لها بحبك ووحشتني، مع ان احنا متجوزين يعني عن حب. واحده كمان ده هي يعني مطلقه وعندها ولدين. واجهتيه؟ واجهته طبعا. انا اتصدمت لما شفت يعني، ما انا من ساعتها اصلا مش عارفه ان انا انسى الموضوع ده، يعني مأثر عليا، وكمان انا حامل سماء، ومع ذلك ما رضيتش اقول لاي حد يعني خالص عن الموضوع ده. ولما واجهتيه انكر ولا قال لك ايه؟ قال هو اول حاجه قال لي لا، ده الايميل كان مسروق. وفعلا الايميل كان مسروق، بس الكلام معظم الكلام هو عنه هو يعني، فاعترف فعلا ان الكلام ده حقيقي. طيب. قال لي والله انا عادي، ما كانش في بالي، ده شيطان وسامحيني ومش هعمل كده، وانا ما احبش حد الا انت. قلت له ده انت يعني بتتكلمها بعد ما اتجوزنا باربع شهور وانا كمان يعني حامل يعني، وبعدين ما بقصرش معاه في اي حاجه، ودايما بساله إذا كنت مقصرة معاك، حتى أنا حامل وعزيزك مش مقصر في أي حاجة، لا في البيت ولا في نفسي ولا في أي حاجة خالص، هو معترف بكده. طبعاً كان يعرفها قبل الجواز يا مي؟ لا، هو ما كانش يعرفها، بس هو كانت مرة كلمته بتسأله عن حاجة، عن كورس يعني أو حاجة، فخلاص. فبعد كده بقى أنا لما شفت الرسائل كلها، وقال لي أنا بكلمها بعد الجواز بحوالي أربع شهور كده، وما شافهاش، ما قابلهاش يعني. هو كله كلام يعني على الفيس وكده. طيب انت مطمنه له ولا احساسك شايف ان انت ممكن تقعي معاه في مشاكل زي دي تاني؟ والله انا كل شويه يعني مش عارفه انسى بصراحه، بس بعد فتش وراه وقعد يعيط ومش عارف ايه، وانا مش هعمل كده تاني، فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا مش عارفه انسى وفي نفس الوقت مش عارفه اثق فيه يعني. طيب هرد عليكي، حاضر. بس يا ريت تقول ان انا والله انا اعصابي ونفسيا تعبانه ومش عارفه اصدقه ولا ما اصدقش. لا يا مي، اهم حاجه اهتمي بالبيبي اللي في بطنك. انت مش غلطانه يا مي، يعني انا هناقش الدكتور دلوقتي في نقطه في ستات كتير جدا بتشتكي منها. بص يا دكتور، معلش انت راجل معانا النهارده، فانت بتتلقى كل الصدمات. دلوقتي في رجاله كتير اول ما يعني هو مثلا مختار الست دي وارتبط بيها واتجوزها وكل حاجه، تمام، اول ما الست تحمل مثلا، تتخن شويه، شكلها يتغير، يبتدي يروح يبص لواحده ثانيه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، صح؟ ممكن مثلا خلفت فهي مش عارفه ترجع للوزن اللي هي، تبتدي بقى الراجل هو اللي يروح يقول انا الست دي وقعت من نظري، او هي قلت في عيني شويه. طب ده مين بيبقى الغلطان، الست ولا الراجل؟ طب ما هي الست بتعمل كل الكلام ده عشان ترضي الراجل وتحقق له مثلا حلم الابوه. صح ولا غلط؟ طب ليه بقى الراجل بيتصرف مع الست بالطريقه دي؟ هنرجع أو برضو بينزل لها النظره دي. ماشي، هنرجع لنفس الـ 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 المين سورس اللي احنا قلنا عليه قبل كده، ان ده مش راجل، ده ذكر. وقلنا ان الرجوله صفات، الذكوره مجرد نوع. تمام. في الحاله دي نعمل ايه؟ اولا هي لازم تبين انها تسامحت، بس ما تطمنش يعني، تفضل دايما في حاجه اسمها الان هاند، يفضل الموضوع ده في ايدها على طول، وتفضل دايما تركز هتعمل ايه معاه، وهتفتش في حاجته وتشوف وتطمن. تمام، لغايه ما يطمئن قلبها يعني. نمره اتنين، وده الاهم، لازم تعرفه من وقت للتاني ان هي فعلا بتفتش، يعني ما تفتش من وراه، تفتش من قدامه. طبعا ممكن يا دكتور يجيب تليفون تاني مثلا وما يدخلوش البيت خالص. هو ده كل ده ممكن، وهي مش تعرف توصل لحاجات كتيره ممكن يخليها، بس احنا بنوصل له هيدن مسج ان انت يعني اصبحت كده مسؤول، مش يعني مراقب بقى. سوري، انت موافق اصلا انه هي تصارحه من الاول، مش تسيب انه شافت مشكله من هذا النوع فتسكت تشوف شو اللي راح يصير؟ لا، اصل خدي بالك احنا بنتكلم في واحده متزوجه وحامل وخلال شهر المفروض ان هي هتلد، ودي اسره ممكن ان هي تتهد، فما نقدرش ان احنا يعني نوصف الوصفه الجافه دي. وحضرتك قلت برضه يا دكتور ان الاعتراف بالخطا ممكن نعدل. برافو عليك، هي دي. انا اسفه، مش قصدي انه ما تسامحه، انا قصدي اقول انه هل انت مع انه هي تصارحه من الاول، انه مثلا انا شفت الفعل ده وهو عم بيخون، تصارحه؟ تصارحه فورا، مش تخبي الموضوع. بس زي ما قالت نهله هنا، الفيصل ان هو بيعترف ان ده غلط ولا لا. يعني لو هو بيعترف ان ده غلط، هنا في بدايه. بس في رجاله، بس في رجاله ما بتستعرفش بغلطها وتقعد مصممه في الموضوع. مش راجل، اسمه ايه؟ ذكر. الذكر ده مجرد نوع،
نوع ده بيبقى شايف ان انا من حق اعمل كل حاجه في الوجود صح. وانت مش المفروض تعملي اي حاجه خالص. هنا النقاش معاه غير مثمر. ما ينفعش ان انت اصلا تتعاملي معاه بهذا الموقف. طب ايه رايك بالرجاله اللي بتقعد تسكر على ستاتها البيت وما بخليهمش يطلعوا ما يخليهوش يلبسوا؟ لا ده لا ده لا ده لا يعني بطريقه مش كويسه خالص. بيبقى عنده حاجه اسمها low self esteem اللي هو انخفاض تقدير الذات. هو شايف نفسه اقل فانا اقل لازم ابقى كبير على حد. يعني هو عامل فيها سي السيد هنا. عارفه بصي اولا سي السيد دي فطره، يعني فطره الله التي فطر الناس عليها ان المراه تكون ضعيفه. ده مش عيب فيها خالص. الضعف عند المرأة مش عيب. انت لو بصيتي على أم وابنها بيعدوا الشارع هتلاقي ان الولد هو اللي ماسك ايد أمه. طبعا هي دي الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها ان الست تبقى سكندري للراجل والراجل يبقى هو الفيرست. ودي حاجة ما تضايقش الستات، بالعكس ده اي ست بتحلم طول عمرها ان هي تلاقي راجل. شايفة انت قاعدة مسنودة زي على الكرسي تتسند عليه، هو ده اللي انت عايزاه. ماشي اتسند عليه اوكي، بس مش يحبسني كمان. اللي بيحبس ده مش راجل. الراجل ما بيعملش كده. الراجل بيديك الحرية الكاملة ويطالبك بالمسؤولية الكاملة، بيتعامل معاكي بالصراحة الكاملة، ما بتعرفيش عنه حقيقة كاملة. هو ده الراجل، خصوصا لو كان جوزائي بقى يبقى قبلين لو عرفت منه حقيقة. طيب قابل جوزاء بقى وهنا ختمت.